تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية بأن القوات الأمنية وصلت اليوم إلى مشارف منطقة الريحانية الشرقي مدينة عانة في الأنبار. وقال المصدر إن القوات الأمنية التي وصلت إلى مشارف منطقة الريحانية تعاملت مع عشرات العبوات الناسفة دون وقوع خسائر. وكان مصدر بالفرقة السابعة في الجيش العراقي أفاد اليوم بأن القوات الأمنية بدأت في تحرير مدينة عانة من احتلال داعش الإرهابي، موضحا أن العملية انطلقت من ثلاثة محاور. قال وزير الخارجية البريطاني إن بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى المعارضة لبشار الأسد لن تدعم عملية إعادة تعمير سوريا إلا بعد حدوث انتقال سياسي بعيدا عن الأسد. وأضاف أنه نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تحريك عملية سياسية، وأن نوضح للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا نحن المجموعة التي لها ذات الرأي، وأنه لا يتم دعم عملية إعادة تعمير سوريا قبل وجود عملية سياسية. قالت كوريا الشمالية إن العقوبات الدولية الأكثر صرامة ستدفعها إلى تسريع برنامجها النووي في الوقت الذي اتفق فيه رئيس أمريكا والصين على تجديد الضغط إلى أقصى حد على كيم جونغ أون. وقال بيان أذاعته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن التحركات المتزايدة للولايات المتحدة وقواتها البحرية لفرض عقوبات وضغوط على كوريا الشمالية ستسرع من وتيرة تحرك كوريا الشمالية للوصول إلى الهدف النهائي في إكمال القوة النووية للدولة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وعلى لسان جيمس ماتيس أنها سترسل نحو 3000 جندي لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان وفقا لوسائل إعلام محلية. أعلنت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي اليوم أن بلادها مستعدة لتنظيم عودة أكثر من 410,000 لاجئ من الروهينجا فروا إلى بنغلاديش المجاورة، معربة عن القلق حول المسلمين والمدنيين العالقين في الأزمة. وقال سو تشي إن بلادها لا تخشى تدقيقا دوليا حول الأزمة، مضيفة أنهم مستعدون لبدء التحقيق في هوية اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم. قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستفتتح الشهر المقبل استراتيجية لوقف انتقال الكوليرا بحلول عام 2030 بالتزامن مع تفشي لم يسبق له مثيل للمرض في اليمن، حيث يشتبه في إصابة ما يقرب من 700,000 شخص في غياب أي مؤشرات تذكر على قرب انحساره. وتسعى المنظمة كذلك لاحتواء الكوليرا في نيجيريا والتعامل مع كثير من حالات الانتشار في أفريقيا. نهاية الموجز، في أمان الله. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب. وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.